مساء الخير عليكم ومرحبا بكم عندي. اليوم راح ندير لكم سلطة تركية، سلطة الخيار، بزاف بنينة ونحبها وحبيت نديرها لهاد العيد. عندي سكالوب ولا صدر تاع الدجاج مغلي، زوج حبات طوماطيش، عندي خيار مقبل ما نديرو في لاصالاد لازم ندوقو، الا كان مر ما نديروهش. عندي سنات توم، عندي مايس وياوخ ناتور، مايونيز، وعندي خل وملح. انا دوك نقطعهم دي بتيدي ونوريكم كيفاش نديروهم. انا هنا بعد ما قطعتهم وكما قلت لكم لقيت الخيار الكبيره مره، دونك ما درتهاش، درت غير هذوك زوج صغار ورابيت توم. انا هنا رابيت زوج سنات توم، الخيار، البولي والمايس. هاد لاصالاد تحب بزاف المايس، درت لها دوك ندير لها الملح والخل وبعدها تاع ياغورت ناتور. هاليك بعد ما درت لها الملح والخل وبعدها ياخذ ناتور وزوج مغارف كبار مايونيز، دوك نخلطهم كامل ونخليها تريح زوج سوايع ولا اكثر في الفريجيدار. وهذه لاصالة ديالنا بعد ما بردت وريحت وحد زوج سوايع هكداك، تفاصون قد ما تريح قد ما تولي بنينة. شوفوا طلقت، هاد لاصالات نحبها بزاف، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.